هم أحياء تحت الأنقاض ينتظرون النهوض من كابوس حقيقي. فرق الإنقاذ مستمرة في مواجهة المصاعب من أجل إنقاذ العالقين تحت المباني المنهارة بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا. حصيلة القتلى والمصابين ترتفع بين ثانية وأخرى، وطواقم الإغاثة في سباق مع الزمن متمسكة بأمل إنقاذ المزيد من الناجين. أمام مشهد الدمار هذا وأمام انعدام فكرة الحياة، تم إنقاذ صغار وكبار. ناجون ينهضون من تحت الأبنية المنهارة، خرجوا من فم الموت رغم البرد والظلام وضيق الركام، أحداث وكأنها معجزات. مشاهد تظهر حجم الدمار الكبير الذي لحق بالمناطق التي ضربها الزلزال، فلنا أن نتخيل حجم المكان حيث يوجد العالق وشدة إصابته وإحساسه المختلط بين اليأس والأمل.